الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت مصادر محلية في محافظة الأنبار عن العوائق التي تقف حائلا أمام إحالة حقل عكاز الغازي إلى الاستثمار مرة أخرى بعد انسحاب شركة كوكاز الكورية. وقالت المصادر إن شركة كوكاز انسحبت من الحقل عام 2014، وهناك مفاوضات لإعادتها، وهي تطالب بضمانات وتعويضات عن معداتها التي تعرضت للدمار خلال الحرب ضد تنظيم داعش. وبينت أنه لا يمكن للعراق الاتفاق مع شركة أخرى دون حسم قضية شركة كوكاز، لأنها من الممكن أن تقدم على مقاضاة العراق دوليا. كشفت مصادر مطلعة عن مخالفات صحية في شركة المشروبات الغازية والعصائر والمياه بمختلف محافظات العراق، يصل ضررها لأمراض خطيرة مثل السرطان والزهايمر وغيرها. وذكرت المصادر أن 99% من شركات المشروبات الغازية والعصائر في العراق تستخدم مادة مركزة منتهية الصلاحية يتم شراؤها بمبالغ زهيدة، كما يتم استخدام السكر الصناعي الإسبرتام الذي هو أحلى ب200 مرة من السكر الاعتيادي، مشيرة إلى أن الباحثين يؤكدون أن الإسبرتام له صلة بأمراض مثل السرطان والصداع والاكتئاب واضطراب نقص الانتباه والدوار وزيادة الوزن ومرض الزهايمر والتصلب المتعدد. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام بقيمة 18 مليون دينار عراقي في منفذ مندلي الحدودي. وقالت الهيئة إن ملاكاتها في منفذ مندلي الحدودي تمكنت من ضبط عجلة خارج الحرم الجمركي معدة للتهريب، مضيفة أنه بعد إجراء المطابقة والتدقيق في نقطة البحث والتحري مع المادة المحملة على العجلة تبين وجود تغيير في وصف المادة المحملة البالغ وزنها 12 طن من مادة رول نايلون سادة للتغليف إلى النايلون الزراعي المشمولة بحماية المنتج المحلي بنسبة 100%، ما سبب هدرا بالمال العام بقيمة 18 مليون دينار عراقي. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 175 شاحنة حاولت المرور بأوراق مزورة من منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وذكرت الهيئة أن منفذ ميناء أم قصر الشمالي ضبط وأحبط محاولة تهريب 175 شاحنة محملة بمادة أنابيب الحديد خارج الحرم الجمركي. وأضافت أنه من خلال إجراءات الكشف والتدقيق في بوابة 27 تبين وجود تزوير كتاب صحة تصديق شهادة منشأ الصادرة عن المنافذ الحدودية في محاولة فاشلة للتهرب من دفع الغرامات. أقرت البورصة الأردنية تسهيلات من شأنها جذب شركات لتنشيط سوق الأسهم في الدولة التي تشهد تباطؤا اقتصاديا بفعل وتراجع الاستثمارات وتداعيات جائحة كورونا. وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن البورصة بدأت بتطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية المعدلة لسنة 2018 والتي تسمح للشركة التي جرى إلغاء إدراج أسهمها بالتقدم بطلب جديد لإعادة إدراجها في البورصة، وذلك بعد مرور 3 أشهر في الأقل على صدور قرار إلغاء إدراجها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني بدلا من اشتراط انقضاء عام على صدور قرار الإلغاء. ختام الموجز، إلى اللقاء.